وكلما كان العمل صالحا عظيما مبجلا خالصا نية تسابقت ملائكة الرحمن في كتابته. جاء في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم قال بعد أن رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من الصحابة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته وانصرف إلى الناس بوجهه قال: أيكم قال تلك الكلمة؟ فقال الذي قالها رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يتبادرون أن يستبقون أيهم يكتبها أو أيهم يرفعها. فالملائكة تتسابق إلى الخير، تتسابق إلى مجامع الخير، كما أنتم الآن جعلنا الله وإياكم برحمته في جامع مبارك تسمعون الذكر. فمثل هذه المجالس وأضرابها مما تحفها الملائكة وترفع أعمال أصحابها إلى ربنا جل وعلا. ولقد بينا عظمة وجه الله، ولما كان الله جل وعلا طيبا فإنه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والنوايا والأفعال والإنفاق. قال جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه دون سواه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا كلمة أطيب من قول لا إله إلا الله، ولا كلمة أطيب ولا أعظم ولا أجل من قول لا إله إلا الله. فإن الله نصب الموازين وأقام البراهين وأقام الجل وخلق السماوات والأرض، كل ذلك من أجل أن الخلائق يتعبدون بهذه الكلمة العظيمة الجليلة مبنى ومعنى جعلنا الله وإياكم من أهلها.